السلام عليكم ورحمة الله. أخي الكريم، بخصوص سؤالك كيفية الوقاية من الجص، عدم تزاوج طيور كثيفة الريش لبعضها البعض، يعني لازم يكون كثيف وخفيف الريش مع بعض، زائد عدم اقتناء طيور حاملة الجص أو ذات الجص، يعني أي طير فيه جص رجاء عدم شرائه لأنه ينقل بالوراثة الجص. فأنا بنصح المربين الطيور عدم شراء طيور التي تحمل الجص إطلاقا، لأنه ينقل بالوراثة وناتج الجص عن تزاوج خاطئ، يعني تزاوج طيور كثيفة الريش لبعضها بيسوي مشكلة الجص هاي. لازم نربي لما بيشتغل في طيور كثيفة الريش زي اليوركشير، النورويش، البوردر، الجلوستر، الطيور الكريست اللي هي الطيور كثيفة الريش، ينتبه للريشة، نوع الريشة الانتنسيف والشيمال، الريش الكثيف والريش الخفيف الناعم. بيزوج طيرين، واحد خفيف وواحد كثيف، عشان ما يحصل على طيور فيها جص. بس هاي هي الوقاية. أما طيور الجص يفضل عدم اقتنائها.